والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد والتفاصيل مع ميرنا. تفضل يا ميرنا. شكراً لكما إلهام وهبة، والآن جولة اقتصادية جديدة محلياً وعالمياً. رفعت وزارة الموارد المائية والري درجة الاستعداد لضمان استيفاء الاحتياجات المائية ومواجهة التعديات خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات. وشددت الوزارة على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف والتصدي الفوري لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا على أن المبادرة لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود انتقالي تأتي كدعم للجهود الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية محورها الإنسان وما حوله، وتحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر طاقة آمنة ونظيفة وأرخص نسبيا ويضمن استدامة الأنشطة. وخلال متابعته موقف تقدم أعمال خطة انتشار محطات التموين بالغاز الطبيعي، أكد الملا أن مصر لديها خطة واضحة الإجراءات والخطوات لدعم خطة انتشار استخدام الغاز الطبيعي كوقود في السيارات، موضحا أن استراتيجية الوزارة للتطوير والتحديث تكاملت مع قرار الدولة الإصلاحية لهيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية، كما وضعت خطة جديدة لزيادة معدلات المستفيدين من تلك الخدمة الحضرية والبيئية، وأن المبادرة الرئاسية لاستخدام الغاز كوقود في السيارات كخطوة فارقة في مسيرة المشروع وتحقيق نتائج أفضل. في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط قبيل بيانات ستلقي الضوء على مدى إقبال الأمريكيين على الوقود خلال موسم الصيف الذي يزيد فيه معدل القيادة، مع إشارة هيكل أسعار خام برنت القياسية إلى تراجع المضاربين على ارتفاع الأسعار. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 89% لتصل إلى 73.52 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة تقدر ب 95% لتصل إلى 68.71 دولار للبرميل. في المقابل ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.7% لتصل إلى 2.42 دولار لللتر. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.4% لتسجل 2.76 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قفزت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى فيما يقرب من عام ونصف في مايو، مستفيدة من ندرة المنازل المملوكة سابقاً والمتاحة للبيع. وأعلنت وزارة التجارة أن مبيعات المنازل الجديدة قفزت بنسبة تقدر ب 12.2% لتصل إلى معدل سنوي بلغ 763 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية ما يمثل الأعلى منذ فبراير لعام 2022. أعلنت اليابان عن قرار إعادة وضع التفضيل التجاري لكوريا الجنوبية بدءا من 21 من يوليو، لتنهي نزاعا تجاريا استمر لمدة 4 أعوام متواصلة بين البلدين. ومن جانبه صرح وزير التجارة الياباني ياسوتوشي ناشيمورا أن اليابان وكوريا الجنوبية اتفقتا أيضا على إطار لمراجعة ومتابعة الأنظمة حسب الحاجة، وقد شهدت العلاقات بينهما تحسنا سريعا منذ مارس الماضي عقب مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لحل النزاع الخاص بهم، بالإضافة إلى توجه يون إلى طوكيو لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، والتي أسفرت عن إعادة العلاقات الأمنية والاقتصادية بين البلدين. دعا بنك التسويات الدولية إلى تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة، محذرا من أن الاقتصاد العالمي في مرحلة حرجة حاليا حيث تعاني الدول لخفض التضخم.
وأضاف بنك التسويات الدولي في تقريره السنوي أن الاقتصاد العالمي يمر بمنعطف حرج ولابد من معالجة التحديات الصارمة، مطالباً بعدم الاهتمام بتحقيق معدلات النمو قصيرة الأجل مع استخدام السياسة النقدية في استقرار الأسعار. كما شدد تقرير البنك على أنه كلما طال أمد التضخم المرتفع طال أمد التجديد النقدي المطلوب للتصدي له. وعلى الرغم من عمليات زيادة الفائدة خلال آخر 18 شهراً، ما يزال التضخم في العديد من الاقتصادات مرتفعاً، كما أن الزيادة في تكاليف الاقتراض أدت إلى أكثر حالات الانهيار المصرفي خطورة منذ الأزمة المالية العالمية قبل 15 عاماً. انتهت أخبار الاقتصاد، والعودة إليكم مرة أخرى هبة وإلهام. أشكرك مرنا.